نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا الأخبار من إذاعة الجمهورية التونسية، وهذه عناوينها. لجنة التشريع بالبرلمان تواصل اليوم جلسات الاستماع حول مشروع تنقيح قانون الشيك دون رصيد. خطة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية لحوكمة استغلال المياه وتوزيعها على المواطنين بصفة عادلة. هيئة الانتخابات تضع على ذمة الملاحظين المحليين والدوليين برنامجا تكوينيا حول ملاحظة الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي شؤون شرق الأوسط، المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيوني بضربات قاسية على جميع الجبهات. مستمعين مشاهدين الكرام، أينما يصلكم صوت وصورة الإذاعة الوطنية التونسية، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل. تواصل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم سلسلة من جلسات الاستماع في إطار مواصلة النظر في مشروعي القانونين المتعلقين تباعا بتنقيح قانون الشيكات. وأكد أعضاء اللجنة أهمية ما تم تقديمه أمس من قبل ممثلي كل من البنك المركزي التونسي ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للعدول المنفذين والاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من ملاحظات ومقترحات لتعديل مشروعي القانونين. وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القراري حرص اللجنة على المضي قدما نحو اعتماد مقاربة توافقية قبل موفى الشهر الحالي وعرضها على جلسة عامة للمصادقة عليها لإنهاء معاناة الآلاف من العائلات التونسية مع قانون الشيك بدون رصيد الحالي. علاقة بتسوية الناس اللي هما اليوم محل تتبع قضائي، اللي هما في حال فرار، اللي هما إذا خضعوا إلى محاكمات ومودعين بالسجون. نحن حريصون على أن نمضي إلى صيغة توافقية سنتوصل إليها داخل اللجنة من أجل أن نمضي إلى الجلسة العامة بشكل توافقي. سنستمع إلى مختلف الأطراف، سنتفاعل مع الجهة الحكومية اللي عبرت بدورها على استعدادها إلى التوافق في هذه النقطة اللي تتعلق بتسوية الوضعيات. صدق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 لتمويل المشاريع، وعلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 لتطوير المشاريع. وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي في هذا السياق أن هناك عوائق تواجه تونس لتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة. إفريقيا 50، تونس منفتحة على البلدان الأوروبية طبعا، ولكن تونس قاعدة تلوج على فرص جديدة. كانت تونس صحت على اتفاقيتين، الأولانية اللي هي انضمت تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، كيف صادقت على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سنة 2020، يعني إزليكاف. مش كيفي بركة كونا ننضموا الاتفاقية، شنو ما العقبات اللي تقف قدامنا باش نجم نقدم؟ العقبات هي البنية التحتية، هي خطوط جوية مباشرة، وهي زمان البنكي للتبادل التجاري بين البلدان الإفريقية. بما أن واعين اللي ثم عقبات لازمنا نتجاوزوها، دونك تخلق هالصندوق هذي، هذيك الفكرة. الفكرة اللي البلدان الإفريقية مش الكلها منجمة تخلط للموارد المالية الموجودة كما البنك الدولي، ساعات تخلط للماكسيموم ما تنجمش تزيد تاخذ، دونك تخلق صندوق هذايا باش ينجم يعاون، ولكن يكون متجه للبنية التحتية، للطاقة المتجددة، لمقاومة الشح المائي، لمقاومة التغيرات المناخية. وفي ردها على أسئلة النواب بخصوص المشاريع المعطلة، أفادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي بأن العديد من المشاريع المبرمجة تشكو من عدم جاهزيتها. ما برشا مشاريع متعطلة، ليش؟ على خاطر اللي في مدة طويلة قولوا من عام 2012 حتى 2020-21 يقع تبويب مشاريع، ولكن المشاريع غير جاهزة. شو معناتها؟ معناها الأراضي متاحة غير جاهزة ساعات، دونك تقعد مدة لهك التغيير صبغة الأراضي من أراضي فلاحية إلى أراضي صناعية ولا أراضي. ثم مشكلة كبيرة هي عدم جاهزية المشاريع، تلقى ثم التمويل المشاريع غير جاهزة، تاخذ برشا وقت
هذاك علاش يخلي المشاريع تتعطل. حاجه اخرى، وقت اللي تعطل المشاريع في اولها بعديك نجي نشوف نلقى الكلفه نتاعها زادت. وقت اللي تزيد كلفه المشروع ما عادش نجم تنجزه حتى لين تتاكد اللي عندك المصادر التمويل والا ما عندكش. توا قاعدين نعملوا في المجهودات نتاعنا الكل باش نسرع في المشاريع. الاولويات بالطبيعه هي الماء الصالح للشراب، هي الفلاحه، هي الصناعه والمشاريع اللي هي باش تحرك لنا العجله الاقتصاديه. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها تضع على ذمة الملاحظين المحليين والدوليين برنامجا تكوينيا حول ملاحظة الانتخابات الرئاسية القادمة. ويتضمن البرنامج التكويني بالخصوص إجراء اختبار تقييمي عن بعد بالنسبة إلى من يفتقدون شرط إثبات التكوين أو الخبرة في مجال ملاحظة الانتخابات، وكل من يتحصل على نسبة 60% من النقاط أو أكثر في هذا الاختبار تمنح له شهادة يقوم بطباعتها ويلحقها بمطلب الاعتماد كوثيقة مثبتة للتكوين في مجال ملاحظة الانتخابات طبقا لما تنص عليه شروط قبول الاعتماد. في ظل تراجع مخزون المياه بالسدود وارتفاع كميات المياه المتبخرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مقابل تزايد الطلب على المياه، خصصت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية لتدارس سبل وضع خطة عمل لحوكمة استغلال المياه وتوزيعها على المواطنين بصفة عادلة. كما بحث المشاركون في الجلسة التي انعقدت بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، بحثت كيفية العمل على مقاومة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه من سرقات وربط وحفر عشوائي للآبار واستنزاف للمائدة المائية. في فجر اليوم 85 بعد 200 من العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على قطاع غزة، قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس في كلمة مصورة أن جيش الاحتلال يلجأ لاستهداف المدنيين لأنه يتعرض لهزائم متكررة ويتلقى ضربات قاسية على جميع الجبهات. وأضاف أن العدو لن يتلقى من الشعب ومقاومته ورودا في محورين تسريم وفيلادلفيا. ميدانيا استشهد 50 فلسطينيا في مجزرتين جديدتين إثر استهداف الاحتلال منطقة إيواء للنازحين في مواسي خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم سيرات. من ناحية أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن إسرائيل استخدمت 8 قنابل زينة كل واحدة منها 1000 رطل في محاولتها اغتيال قائد الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف في الغارة التي نفذتها ضد خياما للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة السبت الماضي. سياسيا، تزايدت الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأجهزة الأمنية، واتهم نتنياهو قادة الأجهزة الأمنية بالعمل على فرض مخطط وصفقة بايدن عليها، في حين أعلن وزير الدفاع يوف جالانت أن الظروف نضجت لإبرام صفقة عاجلة. هذا وطالب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي ليفي نتنياهو بالاعتذار للجيش بعد تصريحاته عن محدودية الضغط العسكري. كما طالبت عائلات والمحتجزين الإسرائيليين نتنياهو المصادقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمة أمام الكونغرس. وفي تونس، خرجت عشية أمس مسيرة احتجاجية ضد العدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ورفعت شعارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وكسر الحصار على قطاع غزة. عضو تنسيقية العمل من أجل فلسطين أصالة عزعوزي دعت بالمناسبة إلى صنع قانون يجرم التطبيع مع الكيان المحتل. أبرز مطالبنا بالطبيعة كما ذكرت وقلت أنه إطلاق سراح الأسرى، وقف إطلاق النار، فتح المعابر وكسر الحصار على غزة. نحن لهنا في تونس نراو أنه مطالبة السلطات التونسية بسن قانون يجرم التطبيع هو أهم مطلب وأبرز مطلب يكون مساند ومنحاز لقضية التحرر الوطني للقضية الفلسطينية، دعم المقاطعة للمنتجات الصهيونية والمؤسسات الداعمة للكيان. أبرز المؤسسات اللي نحن نطالبوا بمقاطعتهم مقاطعة يعني كل المؤسسات الداعمة للكيان والمساهمين في الإبادة الجماعية على غزة.
إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. لجنة التشريع بالبرلمان تواصل اليوم جلسات الاستماع حول مشروع تنقيح قانون الشيك بدون رصيد. خطة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية لحوكمة استغلال المياه وتوزيعها على المواطنين بصفة عادلة. هيئة الانتخابات تضع على ذمة الملاحظين المحليين والدوليين برنامجا تكوينيا حول ملاحظة الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي شؤون الشرق الأوسط المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيوني بضربات قاسية على جميع الجبهات. يوم سعيد متواصل بعد قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع لحبيب أشغام حتى 9 صباحا. متابعة طيبة للجميع، شكرا على طيب الاهتمام والمتابعة، مع أجمل تحيات كامل الفريق في أمن الله.